يقول السائل: في الشدة أحياناً الإنسان يتعلق بأشخاص بأنهم سيفرجون عنه ما وقع فيه. نعم. يقول: في الشدة أحياناً الإنسان يتعلق بأشخاص بأنهم سيفرجون عنه أو سيجعلون له أو سيجدون له وظيفة، فهل هذا من الشرك المنهي عنه؟ لا، هذا من طلب الحوائج والشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة. إذا شفعت لأخيك في وظيفة فهذا من الشفاعة الحسنة ومن نفع المسلم، وليس هو من الشفاعة السيئة. نعم.